خلي بس الله غدا إن شاء الله سنقوم بفعالية أخرى هي الوقوف في مفترقات الطرق لتوصيل صوتنا إلى المجتمع المحلي ومعرفة المعاناة التي يعانيها هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبعد غد سنقوم بتتويج عملنا باحتفالية في المركز نفسه. كل هذه الفعاليات لنقول للعالم وللمجتمع المحلي والمجتمع الدولي أن معاناة الفلسطيني في قطاع غزة معاناة كبيرة جدا، وخاصة معاناة ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. بدنا حقوقنا، بدنا نعيش زينا زي غيرنا، ما بدنا تهيئوا المجتمع اللي هو يتحملنا ويستقبلنا ويكون انه نكون احنا جزء من المجتمع، تمام؟ زي ما انتم شايفين طبعا احنا في لنا حيكون في المؤسسه كذا يوم، حيكون في لنا مشاركات وفعاليات بمناسبه يوم المواطن العالمي، يعني مش بس اليوم، حيكون تقريبا على مدار 3 أو 4 أيام. كل يوم حيكون في لنا مشاركة، كل يوم حيكون في لنا فعالية باسم هذه الفئة وهذه الشريحة المهمشة في المجتمع، لنعلن عن حقوقنا، لنعلن عن نفسنا، نقول لهم أننا موجودون، نحن هنا، أين أنتم من حقوقنا؟ أين أنتم من حياتنا؟ يعني وين إحنا حقوقنا؟ طلع الكاميرا، مدين واحدة، مدين واحدة، يلا خلاص روح. تفضل دقيقة بعد إذنك.